عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى مقر أكاديمية الشرطة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. حيث كان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة. هذا وقد تابع السيد الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكدا أهمية تطبيق المعايير الموضوعية لضمان انتقاء أفضل العناصر، بما يضمن استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطي وإعداد جيل جديد من العناصر الشرطية المميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد. كما حرص السيد الرئيس على مناقشة أبنائه الطلبة حول مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية والتعرف على رؤاهم بشأنها، وشدد سيادته على ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل وحماية الجهود التنموية الوطنية وجني ثمارها من خلال توفير الأمن والاستقرار للبلاد وسط التحديات الدولية والإقليمية الجارية، مؤكدا أهمية الدور الأساسي لجهاز الشرطة في حماية الوطن من الأخطار الداخلية، ومثمنا التضحية الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة على مدار الأعوام الأخيرة في مواجهة الإرهاب، والتي تنبع من إدراكهم أن حماية الوطن شرف لا يضاهى.